Salam alaikum, je tenais seulement à répondre l'autre fille yani, qui se met à dire la petite vidéo. Quand ils ont fraché, ils ont dit à l'RCD qui m'a dit tout le hala. Moi, je suis en politique, je manque de balai. Je suis en grave. Mais quand il y a une chose, je tiens à le dire, yani, قالوا بزاف بلي ستان بارتي تاع قبايل بارتي تاع كيما راك تقول فوالا ما يتبعش الدين ولا الحالة. يا خويا حقك حقك، حنا البلاد هاي رايحة عبالك ما عباليش وين هاي رايحة. حنا بليزي تيجيو هاوما يحوزو فينا افيك كيس كون كان كوم ان باك بلس 5 في البلاد، كيس كي كان مسكين حليل عليه يروح لفرنسا عبالك تفتح كاع البيبان عليه يكسر راسو 6 موا 7 موا فوالا كوا. مي فوالا انا واش حبيت نقول اوسي سي لو في كو فوالا تشوف سور انترنت باغ اكزومبل لي فيديو تاع عبد الحق ايت حموده تشوكا راسك كي دور 33 تور اون ديريك ياك لوي كي بارل في البارلمون ياك لوي كي سي دير لي كات فيريتي ما يخافش هذا تسمى سا بروف كو كوم كوا سي كيك شوز كي ني با نيجليجي. راك شايف انا كي نشوف عبد كيما هذاك يهدر ويقول عباك انا جلو سوتيا امور قلت لك خاطيني بوليتيك خاطيني كلش مي فوالا كوا واش حبيت نقول يعني غاضتني البلاد يا واش نقولكم غاضتني فريمون مع كيس كي سباس مع لا ديبيرديسيون. انا راني نشوف جي دي زامي كاع اي سون ليسونسيي ولا اي زون لور ماستر تو سيل غالير باسكو فوالا سوا ما عندهمش كارت ميليتير سوا ما عندهمش هذيك المعرفة كيما يقولوا هذا اللي يعرف هذا اللي يعرف هذا اللي يقدر يديبوزي لو سي في. سي فريمون دوماج باسكو عندنا كومام لا ماتيير غريز ماهيش مخصوصة في الجزائر. وراني نشوف انا صافي با لونتون كو شو ان فرونس راني نشوف لي ستوديو الجيريان هنايا يا صاحبي مع هذيك ليكول تاع بريمير هذاك تاع البلاد مع هذيك لي طوابل الصغار اللي كنا نبوشيوهم بالطباشير ولا ما على باليش لحقنا افيك لو مينيموم تاع لي موان لحقنا ان فرنسا ونقدروا نديروا ميو ميو كو فوالا. دونك كون جو فوا سا انا جو مو دي ميرد كيس كي سي باسي فريمون بور كون بويس اتر دون لا سيتوياسيون وين رانا حاوزونا كلاو كلاو كلش كلاو كلش وعلاه مي فريمون سي دوماج فوالا كوا. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis j'espère, puisque c'est une réponse à l'autre fille, j'espère bien que tu vas continuer dans ton fun parce que vraiment ça nourrit les esprits et vraiment y a tek saha parce qu'on a grandi avec ton rap et on en a pris beaucoup, 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 on en a appris. Hein. Franchement, y a tek saha. Voilà.